خلينا نروح كمان لتقرير مهم جدا، واضف الى مكتبتك هذا الكتاب، وهقول لكم ليه الكتاب ده مهم جدا يكون موجود عندنا في المكتبات. امبارح كان في مناقشه لكتاب بعنوان اهل الشر للكاتب الصحفي والاعلامي الاستاذ نشأت الديهي في معرض الكتاب. الندوه ادارها الاعلامي الصحفي الاستاذ كرم جبر رئيس الهيئه الوطنيه للصحافه، وده طبعا بحضور مجموعه كبيره من الكتاب والمثقفين وجمهور المعرض. ليه اهميه هذا الكتاب؟ كتاب أهل الشر بيتناول الوجه الآخر لقيادات الإخوان التاريخية، واللي بيكشف مذكراتهم السرية وكمان فتحهم لبعضهم البعض. تعالوا نشوف هذا التقرير ونرجع لكم مرة تانية. أهل الشر مصطلح أو تعبير أو عنوان قد يكون صادم في كتاب، لكنه حقيقي، إنه كل المحتوى الداخلي سواء أسماء أو حكايات أو روايات أو وقائع أو وثائق كلها بتحض على الشر وبتخرج من رحم الشر وبتؤدي إلى شر. قولا واحدا، اسم أهل الشر ده مش مفهومي، مفهوم متداول، لكن احنا قلنا بدل ما نلف وندور على الناس خلينا واقعيين مباشرين. الكتاب ده يا جماعه بيتكلم عن اهل الشر. ربنا خلق هذا الشعب فيه سماحه نهر النيل، نهر النيل بيتدفق في مصر بالخير وبالنماء وبالقدره والعطاء، وصفات النيل وملامحه ونسائمه تركت اثرها في المصريين، وده موضوع الكتاب. موضوع الكتاب إن هبت على مصر رياح غادرة، رياح بعيدة عن أجواء مصر وعن طقوسها وعن تسامحها وعن أهلها، بيحاولوا إن يعني يغير بنية هذا الشعب الطيب المتسامح اللي تعود إن يعيش كله في محبة وفي سلام. من أعلى الندوات حضوراً من مختلف الأعمار، شباب وكبار السن، مختلف التوجهات، وده الحياة اللي احنا محتاجينه من كبار الكتاب والإعلاميين، انه يلقوا الضوء على النقاط المهمة جدا واللي مفروض انه الشباب نعمل له تنوير فيها. ومحتاج الحياة الكتاب مزيد من الندوات، مش هنا بس زي من طلب أحد الحضور في أصول الثقافة، لا، أنا بدعيه في كل معرض كتاب وفي كل تجمع شبابي إنه يلقي الضوء على هذا الكتاب. قصة هذا الكتاب الغالب الأعم من معلومات موثقة 100%، ليس فيها رأي لي أو لغيري من المراهضين للإخوان. كتاب أهل الشر في الحقيقة مهم إن هو يكون موجود جدا معانا، مهم إن احنا نطلع ونقرأ علشان الأجيال الجديدة تعرف طبيعة أهل الشر دول إيه، اللي بتكون فلسفتهم دائما قولا وفعلا في ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. خد بالك، أهل الشر في الأول لما بتقرب منك مش بتقرب عليك كده على طول بالسلاح والدم مرة واحدة، لا، ممكن تقرب عليك بأعمال خيرية أو تقرب عليك بأقوال براقة وشعارات براقة زي الديمقراطية وزي الحرية والإنسانية، ولكن دي مجرد بس مقدمات للجذب علشان في الآخر ينفذ الدم والفتنة والدمار الشامل من أهل الشر. الكتاب كمان هتلاقوه متوثق فيجوال أو مرئي من خلال دورتين برمجيتين للإعلامي نشأت إيديه على قناة تان، وكان تحت نفس العنوان. كتاب 400 صفحة كمان، صحيح. لمن طبعا مهم أن أنت تقرأ، يعني ده هيكون مرجع في المكتبة بتاعتك. هو الأهم في الموضوع أنه الإعلامي نشأت إيديه أو زميل نشأة الديهي هنا في قناة تن بيقول لنا انه المعركة ما انتهتش، محدش النهارده، في ناس برضو بدأت تستكين شوية انه يعني لا خلاص، لا ما انتهتش. لو نرجع بالذاكرة شوية هنلاقي بعد 54 كانوا الناس بيقول لك خلاص جمال عبد الناصر ده قضى على الإخوان،
راحوا قعدوا شويه في دول الخليج لموا فلوس ورجعوا اشرس من الاول، ورجعوا بعد تسعه الى ان انتهت بمقتل الرئيس السادات او استشهاد الرئيس الراحل محمد انور السادات. هنا كمان الكتاب بيسلط الضوء على نقطه مهمه جدا يا مها، وهي فكره الشبكات العنقوديه بتاع التنظيمات الاسلاميه. ان هو يجي يقول لك لا ده انا مش ده، ده بتوع الاخوان لما يلاقوا عنف من مش عارف التكفير والهجره يقول لك لا ده اصل تكفير وهجره، اصل ده مش عارف داعش، اصل لو نرجع للكلمة الأم والمصطلح الرئيسي اللي قاله الرئيس أنور السادات الله يرحمه في أكتوبر سنة 81، قال أنه ما فيش حاجة اسمها إخوان المسلمين وجماعات قال كلهم كل حاجة واحدة كلهم صحيح. صحيح. الكتاب ده بيوثق الأمر ده بشكل كبير جدا، وإزاي أن كل الجماعات المسلحة دي خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية. والشيء الأخطر والأهم، وده اللي تداولته كل وثائق الاستخبارات الأمريكية وعدد كبير جدا من الاستخبارات الأخرى على مستوى العالم، العلاقة ما بين تنظيم جماعة الإخوان المسلمين وإيران، وده شيء مهم جدا واللي بيشكل خطورة بشكل كبير جدا مش بس على مصر ولكن كمان على المنطقة العربية بشكل عام، برغم اختلافات الظاهرية اللي ممكن تظهر لحضراتكم. كتاب بيوثق مرحلة مهمة جدا في تاريخ 50 سنة أو 60 سنة اللي فاتوا في تاريخ مصر، وكمان بيدينا ربما رؤية إزاي يتم فهم وإدراك طريقة استيعاب الجماعات دي وتعاملها للمرحلة اللي جاية في مصر بإذن الله. معركة ما انتهتش، محتاجين كتير زي الكتب ديت وكتير زي البرامج بتاعت أهل الشرق.